في تجمع شعبي من الشلف أكد المترشح عبد العزيز بالعيد أن مشكلة الاستثمار في الجزائر سببها الأول القرار السياسي على حد تعبيره من خلال عرقلة المستثمرين في إطلاق مشاريعهم. المشكلة تاعنا هو القرار السياسي، هو القرار السياسي أننا سكرنا الأبواب على الناس، ما خليناش الناس تستثمر، ما خليناش الناس تخدم، ما خليناش الناس أن الأموال نتاعها الآن الكثير عندهم أموال ما كتسير موش في البنوك الجزائرية في ديارهم. لما نستثمر الأموال اللي راهي موجودة اللي راهي راكدة ونحركها، للآن الخبراء في الاقتصاد يقدروها 52 مليار دولار راهي موجودة في سوق الموازية وراهي مكتسة عند الخواص. مرشح حزب جبهة المستقبل تعهد في حال انتخابه رئيسا أن يفتح ملفات اجتماعية لتمس عدة قطاعات من خلال إعادة النظر في شبكة الأجور لضمان كرامة المواطن. لحل هذه الملفات متقاعدين تاع الجيش، لحل ملفات الصحة، لحل ملفات التعليم والتربية، لحل ملفات الوظيفة العمومية، لأن أنا ما نقول لكم نزيد لكم في الأجر، نزيد لكم في لابيل، نقول لكم أنا لازم نوصلوا الأجر اللي يخلي كل جزائري يعيش بكرامته، لازم نوصل أجر اللي كل إنسان يحس بلي هو إنسان له حقوق في هذه البلاد. بالعيد أكد انتخابات 12 ديسمبر هي الطريق نحو ميلاد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل جزائري.